إيرا بلال، مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي. احتج عدد من الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف لسنة 2014 داخل مقر مديرية التربية بولاية تبسة تنديدا بوضعهم المزري نتيجة عدم صب رواتب خلال سنة كاملة من العمل، حيث وقد تجمهر الأساتذة المحتجون وهم يرفعون شعارات يعبرون من خلالها عن وضعيتهم الصعبة، خصوصا مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد. سليم دريد رصد لنا التالي. يقول لك في جوان مره في اوت، حبينا نفهموا الوقت اكزاكت اللي راح اسكو المشكل اللي راهو عليهم ولا وين، حبينا نفهموا برك. حنا رانا دي بروف، كاين فينا اللي راهو يسكن في بلاصه ويخدم في بلاصه والبعد بيناتهم 200 كيلو، ويحتاج مصروف، يحتاج ماكله، يحتاج ترونسبور، يحتاج كل حاجه. رمضان الناس كامل ديون متراكمه، ديون ما يعلم بها غير ربي الفوق، ديون يعطيني لابين نمشي نمدها للناس ونقعد نتفرج. واو، زاد جاينا دخول اجتماعي جديد، والاستاذ لازم ديما يكون هيئه تاعو كاستاذ باش راح يدخل. توضح لنا المشكل وتستجيب لمطالبنا، مطالبنا الوحيد الشرعي هو ان نتقاضوا الراتب تاعنا كموظف في التابع للوظيف العمومي، لان الشيء هذا لانه الان الواحد يحلم انه يتقاضى الراتب تاعو كموظف تابع للوظيف العمومي. رفض سكان حي